أظن أن من الواضح أن كل الأطراف ستكون مستفيدة من هذه الصفقة. إنها رؤية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في كل أنحاء العالم. إنها الجنة الموعودة التي يبشر بها الفريق الرئاسي في البيت الأبيض وصانعو القرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعكف المستشار في البيت الأبيض جاريد كوشنر منذ عامين على إعداد الصفقة في سرية تامة، ولكن الفلسطينيين ومسؤولين عرباً يؤكدون أنها تسعى لتعزيز مصالح الكيان الصهيوني وحرمان الفلسطينيين من حقهم التاريخي في إقامة دولتهم المستقلة على وفق قرارات الشرعية الدولية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب عن أمله بتجاوز كل المؤامرات التي تحاك، وقصد بذلك طبعاً صفقة القرن التي باتت على وشك الإعلان والتي يحضر لها بمؤتمرات اقتصادية وجولات مكوكية من عراب الصفقة الأمريكيين. لكن المراقب للمشهد يعي أن الانقسام الفلسطيني هو ذلك الجسر الذي يبني عليه الكيان الصهيوني وحلفاؤه الأمريكيون آمالهم لتمرير الصفقة، وهو ما يحمل الفصائل الفلسطينية تبعات الانقسام المرضي المزمن. وعلى الرغم من وعي القيادات بخطورة القادم، إلا أن الواقع يشي بغير ذلك. دعوات المصالحة المتكررة جاء آخرها على لسان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار من ضرورة السعي لحل الأزمة الفلسطينية من خلال مصالحة يمكن بناء موقف موحد على أساسها. وفي قيادة حركة فتح أن تعالوا إلى غزة لنجلس معا نحن وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي ونخب العشائر على طاولة واحدة لننهي مشكلة الانقسام المأساة، لنطوي هذه الصفحة السوداء ولنضع معا ملامح خطة مواجهة صفقة القرن. لكن في المقابل لا تجد هذه الدعوات على الأرض من يستجيب ويأخذ بزمام المبادرة لتوحيد المواقف لمواجهة القادم والداهم، بل إن هناك من يرى في الصفقة فرصة للتخلص من الآخر، ناسياً أنه سيؤكل حين يؤكل الثور الأبيض.